هذه الرسالة لكم أنتم مشاهدين الكرام، استغلوا هاللحظات الكريمة في أنكم تعملون عمل خير، وشدوا حيلكم بالتكبيرات. صلى الله يتقبل منا ومنكم جميعا طيب الأعمال، ويتقبل من الحجاج حجهم، ويعودون إن شاء الله لأهاليهم سالمين غانمين. والد خالد الدوسري وإخوانه وعمه بانتظارنا، هل يتجاوزون المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة؟ أو نعتذر منهم ونقول إحنا آسفين وجيتكم عزيزة على قلوبنا ولكنها مسابقة؟ والله يحفظكم ودر بالسلامة، لأنهم جايين من مسافة والله بعيدة شوي، ما هو من الرياض، لكن إن شاء الله بتتم لحظة اللقاء. بسم الله. وين ضيوفنا الغالين؟ يا مرحبا، حياكم الله. أبو هشام افتح لهم الباب الله يعزك. ما شاء الله، والقطو هذا متكي هنا. هذا مخرج المتسابق رقم كم؟ المتسابق رقم 17. من هو رقم 17؟ لا خلاص يا بابا، يلا قوم، يلا يا حبيبي، يلا يلا، عندنا ضيوف جايين وانت جالس هنا، يلا يلا، افلح 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 افلح، وراك عيد ولسه ما شريت ملابسك ولسه ما خلصت امورك، يلا يلا يا غالي، يلا يلا يا ابو هشام، يا هلا وسهلا. مخرج، وش شعورك يا حبيبي لو طلعت سيارتي قدام عند الباب وخليت الفقره لك؟ خلي اي احد يقدمها. خلاص وصلوا الضيوف، يا مرحبا، اهلا وسهلا، يا هلا ومسهلا ومرحبا، تفضلوا، يا مرحبا، هلا بالغالين. عندك بس يا حبيبي، خالد الغالين على قلبك والغالين على قلبي، وصلوا، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله، تفضلوا، حياك الله يا أبو عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله، يا مرحبا، الله حيهم، العهد قريب يا حبيبي، يا هلا، يا مرحبا، الله حيهم، يلا حيهم، يا مرحبا، عطوني صوت خالد سبيكر، خلوه أو سمعوهم ترحيب خالد، مرحبا 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 مرحبا، يلا حيهم، يلا حيهم، بروح اجيب لك علب موز. يا ربي يا ربي، اسمعني يا ابوك، لبيك انت واخوانك، سواء دخلنا جاوبنا ولا ما جاوبنا، طلب منكم يا عيالي كلكم اللي في المنتجع، اذا كانكم لي قدر عندكم ولا واحد منكم يطلع على الباب. يا سلام، اذا انتم تقدروني وتعزوني وتقدرون اخوكم هذاك، ولا واحد منكم يطلع على الباب. الله يبيض وجهك يا ابو خالد، مو بطالعين هذا الشيء، احنا عارفينه، وان كتب الله وتلاقينا، كتب الله وتلاقينا، ما كتب الله وتلاقينا، هذا والله اللي كاتب، والحمد لله رب العالمين، وكل يوم نشوفك في الشاشه، لا تخاف ابو خالد، بيض الله وجهك. وطلبتك وصلت للمتسابقين في انهم ما يغادرون المجلس من باب انهم ما يخربون على خويهم، تفضلوا، يا مرحبا، حياكم الله، يا اهلا وسهلا، يا رجال ابدا، اسمع لك يا مرحبا، ابدا لا لا، ما عندنا بث ابدا، احنا ناخذ راحتنا للاخير، يا مرحبا، يلا 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 يا ابو خالد، اسلم 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 اسلم، بسم الله، يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله، الطريق جايبهم من هناك، انا ماشي بزين، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، ترى فيها عد نقاط نقاط يا عيال، بسرعه، والله اللي مرحبا صدق، يا مرحبا، حياكم الله، تفضلوا هنا.